أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قرار إغلاق المحافظات الفلسطينية كافة مدة 5 أيام مع توقف حركة المواصلات العامة بينها وداخلها بهدف كسر سلسلة انتشار وباء كورونا. وأشار ملحم إلى أن الإغلاق جاء بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب الارتفاع المقلق بأعداد المصابين وازدياد حالات الوفاة جراء المسار التصاعدي الذي ينذر بعودة الوضع الوبائي إلى نقطة الصفر. وشدد المتحدث باسم الحكومة على دعوة جميع المواطنين إلى الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية وإجراءات السلامة والامتناع عن أداء الصلاة في المساجد والكنائس، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت لائحة عقوبات لمن يخالفون تلك التعليمات.